السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من قناتكم قناة التعلم السهل. اليوم سنقدم لكم قصة زايرون مان، ولكن سنقرأ الآن شابتر 2. One night Hogarth wanted to catch a fox in the same trap. ذات ليلة أراد هوجرز أن يصطاد ثعلبا في نفس الفخ. While he was waiting, بينما كان هوجرس ينتظر, he heard the Iron Man walking down the hill. سمع الرجل الحديدي وهو يسير إلى أسفل التل. The Iron Man was eating a metal fence and he was walking fast. وكان الرجل الحديدي يأكل صورا من الحديد ويمشي بسرعة. هوجرث had an idea. فخطرت فكرة على ذهن هوجرث. He picked up a metal nail and he knife and he made a sound with them. كلينك كلينك كلينك. والتقط مسمارا معدنيا وسكينا واحدث صوت خشخشة بهما. كلينك كلينك كلينك. The Iron Man heard the sound and he turned towards the boy. سمع الرجل الحديدي الصوت والتفت تجاه الولد. Hogarth was frightened. وكان هوجرث خائفا. But he started walking towards his trap and the Iron Man followed him. ولكنه بدأ يسير في اتجاه المصيدة وتبعه الرجل الحديدي. When they got to the trap. وعندما وصل إلى المصيدة. The Iron Man fell into the hole. سقط الرجل الحديدي في الحفرة. Hogarth looked at the Iron Man in his deep dark. Hogarth looked at the Iron Man in the deep dark hole. Then he ran home shouting, the Iron Man is in the trap. ثم نظر هوجرث إلى الرجل الحديدي وهو في الحفرة المظلمة العميقة، وثم جرى إلى المنزل وهو يصيح: الرجل الحديدي في المصيدة! الرجل الحديدي في المصيدة! When the farmers saw the Iron Man in the trap. عندما رأى الفلاحون الرجل الحديدي في المصيدة، they laughing the Iron Man couldn't climb out. وضحك الفلاحون ولم يستطع الرجل الحديدي أن يخرج من المصيدة. His eyes looked like red lamps in the bowl. وكانت عيناه تشبهان المصابيح داخل الحفرة الحمراء. The farmers drove their tractors to the hole and they filled it with soil and made a hill. قاد الفلاحون جرارتهم وملأوا هذه الحفرة بالطمي وصنعوا عليها تلا. They couldn't see the Iron Man now. والآن لم يستطيعوا رؤية الرجل الحديدي. So the farmers were very happy, but Hogarth was sorry. وأصبح الفلاحون سعداء بذلك، ولكن هوجرث كان يشعر بالحزن والألم والأسف. A year later. ومر عام. A family was eating lunch on the hill that covered the Iron Man. وكان هناك عائلة تتناول الغداء
على التل الذي يغطي الرجل الحديدي. While they were eating their sandwiches. وبينما كانوا يتناولون الساندويتشات. They saw a big iron hand come out of the ground. رأوا يدا حديدية كبيرة تخرج من الأرض. Run to the car, shouted the father. صاح الأب، أسرعوا إلى السيارة، هيا. The iron man come up out of the ground and he was very hungry. خرج الرجل الحديدي من الأرض وكان جائعا جدا. He had three new tractors, two cars and a blue. فأكل ثلاثة جرارات وسيارتين ومحراث. The farmers were frightened. كان الفلاحين مرعوبين. But Hogarth had an idea. ولكن هوغرس كان لديه فكرة. He visited the iron man and stood in front of him. قام بزيارة الرجل الحديدي ووقف أمامه. Mr. Iron Man, shouted Hogarth. وصاح هوغرس، سيدي الرجل الحديدي. We've got a lot of iron for you. نحن نمتلك كثيرا من الحديد لك. You can have it all. يمكنك أن تأكله كله. But please stop eating the cars and tractors. ولكن من فضلك توقف عن أكل الجرارات والسيارات. The Iron Man stopped and turned to the boy. هوغرس نحن. ثم توقف الرجل الحديدي والتفت إلى الولد وقال We are sorry, said Hogarth. قال هوغرس نحن متأسفون. Hogarth and the farmers drove down the hill and the iron man followed them. ركب هوغرس والفلاحون سياراتهم وتوجهوا إلى أسفل التل وتبعهم الرجل الحديدي. Then they come to a place full of old bricks, cookers, bridges, cars and fans. ثم أتوا إلى مكان مملوء بالدراجات والثلاجات والمواقد والشاحنات القديمة. It was a scrap metal yard. كان يسمى ساحة المخلفات المعدنية اللي هو بيسموه حدانة الخردة. There's said Hogarth eat all you can. قال هوغرس هنا كل ما شئت به أن تأكله. يلا. أقول The Iron Man was very happy. وأصبح الرجل الحديدي سعيدا. He sat down and he ate. وجلس وبدأ يأكل ويأكل ويأكل. وبهذا قد وصلنا إلى نهاية شابتر 2 من قصة The Iron Man. كان معكم أحمد ممدوح وعصام عوض. Goodbye for now.